الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحقيقة موضوع القداس الإلهي ده موضوع يعني كبير قوي قوي، والواحد ممكن ياخد فقرة في القداس ويعمل عليها محاضرة كاملة. فعبالكم بقى لما نيجي نتكلم عن القداس الإلهي كله. القداس هو رحلة بالظبط كده للسماء، يعني كأننا طلعنا السماء. علشان كده لما أبونا بيجي يقول أين هي قلوبكم، بنقول له هي فين؟ هي عند الرب. يعني احنا في السماء كده، احنا في السماء كلنا بقلوبنا بجسدنا بأرواحنا بكل حواسنا كلها في السماء. عشان كده حذاري ان حد يقول الجملة دي كده ببقه ويبقى فكره في حتة تانية. يعني احنا عادة بنقول هي عند الرب، بس هل هي فعلا بتبقى عند الرب؟ هل احنا بنبقى مشغولين بربنا وقتها؟ هل احنا حاسين ان احنا في السماء، ولا بقنا بيقول حاجة وأفكارنا حاجة تانية وقلبنا حاجة تانية؟ ممكن تكوني مشغولة مثلا، هتعملي أكل إيه النهاردة؟ هطبخ النهاردة إيه؟ هطبخ بامية ولا هطبخ فاصوليا؟ هطبخ بامية، ما إحنا لسه واكلين بامية الأسبوع اللي فات. فأقعد وأنا عمالة إيه شغالة ببقي برضه، هي عند الرب وعمالة أقول يعني أصلي مع الشعب. علشان كده من ساعة ما نخش الكنيسة لازم يكون عندنا استعداد ان احنا داخلين السماء. الكنيسة هي السماء، هي السماء. اذا كانت خيمة الاجتماع والهيكل في العهد القديم بيرمزوا للكنيسة، فالكنيسة بقى هي السماء، او هي رمز للسماء. علشان كده برضو الروح القدس ارشد الكنيسة ان هي تحط لنا دايما في كل حتة ايقونات، ايقونات القديسين. ليه بتحط ايقونات؟ عشان تحسسنا ان احنا عايشين مع القديسين. اصل الكنيسة هي مسكن الله مع القديسين. فلما نلاقي القديسين حوالينا، نلاقي القديسة ديميانا والقديس ماري جرجس وماري مرقس والعذراء وابو سفين، لما نلاقيهم هم دول موجودين فين؟ دول موجودين في السماء. يبقى احنا اللي موجودين في السماء، مش هم اللي موجودين على الارض، احنا اللي موجودين معاهم في السماء. بس الكنيسة بتقسمهم، بتقول هم الكنيسة المنتصرة واحنا الكنيسة المجاهدة، لكن في النهاية احنا الاثنين كنيسة واحدة، مفيش كنيستين، المنتصرة والمجاهدة هم كنيسة واحدة. عشان كده هم يطلبوا لأجلنا واحنا نطلب عنهم، او احنا نتشفع بيهم، نتشفع بيهم. مش بس القديسين اللي نعرفهم، لا، ده حتى قرايبنا، قرايبنا اللي اتنيحوا وماتوا، احنا بنؤمن ان هم اعضاء في جسد الكنيسة. مش عشان ماتوا يبقى خلاص فقدوا عضويتهم، لا، هم اعضاء بس في الكنيسة المنتصرة. فاحنا نذكر دول ودول، مش كده؟ مش بيحصل كده في القداس ان احنا نقول هذا يا رب هو امر ابنك الوحيد، ان احنا نذكر القديسين؟ وفعلا بنذكر كل اسماء القديسين. وبعد ما نخلص تذكار القديسين نتذكر ايه؟ الراقدين اللي هم قرايبنا اللي اتنيحوا وماتوا، نذكرهم وراهم على طول. لان احنا في كنيستنا بنؤمن ان كلنا قديسين، كنيستنا بنؤمن ان كلنا قديسين، سواء القديسين الاسماء اللي معروفة، الاسماء الكبيرة زي ماري جرجس والعذراء وابو سفين، او قرايبنا ما هم برضو قديسين. واحنا كمان المفروض ان احنا في القداس نبقى قديسين، لان لما بنيجي نتناول ابونا بيقول ايه؟ بيقول القدسات للقديسين، بيقول القدسات للقديسين. طب هو مين اللي هم القديسين بينزلوا يتناولوا؟ مين اللي بيتناول؟ ده احنا اللي بنتناول، احنا اللي بنتناول، يبقى احنا القديسين. علشان كده زي ما بقول لكم نبقى داخلين القداس واحنا مستعدين ان احنا هنقضي فترة في السماء. ابونا اول ما بيفتح الستر بيقول أليسوني ماس أوسي أوس أوباتير أوبان تكراتور، أيها الرب الإله ارحمنا. ونبتدي كأننا كأنه بيفتح ستر السماء وإحنا بندخل للأقداس أو بنخش السماء برحمة ربنا، مش بتعبنا ومش بمجهودنا. علشان كده يفتح الستر وهو بيصلي ان ربنا يرحمنا، دي حاجة. الحاجة التانية
لما يجي يفتح الستر، اتفضلي 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 ربنا معاكي، لما يجي يفتح الستر، يفتح الستر من الشمال لليمين، يفتح الستر كده من الشمال لليمين، ما يفتحوش العكس ابدا. ليه؟ اشار ان احنا الكنيسه او ممارستنا الاسرار الكنيسه او احنا في الكنيسه بننتقل من الظلمه الى النور، احنا داخلين السماء فبننتقل من ظلمه هذا العالم الى النور، ده مكان كله بهاء وكله نور. ويبتدي ابونا يصلي بعد ما فتح الستر، اول ما بيفتح الستر نشوف ايه الايقونه اللي في وشنا على طول، نشوف ايقونه البنتوكراتور، المسيح وهو جالس على العرش. طب ليه مش بنحط اقنوم، ليه مش بنحط ايقونه الله الاب؟ ليه؟ لان احنا ما عندناش صوره لله الاب، الله لم يره احد قط خالص، لكن احنا شفنا الله الاب في ابنه يسوع المسيح. يقول كده الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر، عشان كده نرسم صوره المسيح وهو جالس على العرش، ونسمي الحضن اللي جوه او التجويف اللي جوه ده نسميه ايه؟ حضن الاب، عشان نبقى بننفذ الايه بقى زي ما هي كده، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر، فنرسم الابن الوحيد وهو في حضن الاب. احنا كده عايشين في السماء، احنا بنشرح ال- 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 الصوره في السماء شكلها عامل ازاي. نلاقي اول ما بنفتح الستر نلاقي المذبح في وسط الهيكل، ليه ما خليناهوش في الاخر خالص عشان ندي حتى وسع كده، او ليه ما خليناهوش في البدايه خالص عند السلمه، ليه حطيناه في الوسط بالظبط؟ ليه؟ علشان خاطر رأينا في سفر الرؤيا ان شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله، والهيكل والمذبح بيتقدم عليه الذبيحة الله الابن السيد المسيح اللي هو شجرة الحياة، لان هو قال كده من يغلب فسيأكل من شجرة الحياة، اللي هو يقصد نفسه. عشان كده نحط المسيح في الوسط علشان يبقى زي المفهوم اللي احنا اتعلمناه من الكتاب المقدس ان شجرة الحياة في وسط فردوس الله. الحركة في الكنيسة حركة عكس عقارب الساعة، يعني عقارب الساعة كده احنا نلف في الكنيسة العكس، يعني تلاقوا دايما كده الحركة جوه الهيكل حركة واحدة، ما تلاقوش شماس جاي من اليمين وشماس تاني جاي من الشمال، ولو حصل يبقى غلط. حتى أبونا يلتزم بأن هو يتحرك حركة واحدة، نخلي دايما المذبح على شمالنا وإحنا بنلف. فالحركة كلها في الكنيسة، حتى في الكنيسة تلاحظوا كده لما بنعمل دورة في الكنيسة بنلف إزاي، بننزل من هنا نروح فين؟ نروح كده، أول ما تبتدي الدورة نروح كده. ليه؟ عشان نيجي كده نبقى بنلف عكس عقارب الساعة، يعني سواء الحركة هنا هو أو جوه هي حركة عكس عقارب الساعة وثابتة، مش بالصدفة ممكن مرة نلف كده ومرة نلف كده، لا هي ثابتة، هي كلها بنلف كده. ليه عكس عقارب الساعة؟ علشان عايزين نقول ايه؟ ما هو كل حاجة، كل حركة طقسية في الكنيسة ليها معنى، لازم نفهم المعنى. ايه اللي بيخلينا نسرح في القداس؟ احنا مش فاهمين المعاني، لكن لو فهمنا المعنى مش هنسرح. ليه بنلف عكس عقارب الساعة؟ بالظبط عشان نقول ان احنا مش في الزمن، احنا هنا مش في الزمن، احنا في السماء. ربنا يعوضك، احنا في السماء، والسماء ما فيهاش زمن، ما فيهاش صبح وليل وظهر وعصر، ما فيش. فخلاص شلنا الساعة من دماغنا خالص طالما احنا هنا خارج الزمن. حاجة واحدة بس نلف فيها مع قارب الساعة، مين شاطر بقى يقول لي عليها؟ اتفضلي. لا غير دورة يهوذا، دورة يهوذا بنلف بالعكس علشان خاطر نقول ان هو مخالف للناموس فبنلف العكس. لا القيامة برضو عكس عقارب الساعة، ده القيامة ده في صميم خارج الزمن يعني. اللي هتعرفها بقى تبقى يعني ايه ما حصلتش. لا خلاص مش عارفين. لا 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 ده ممكن كل قداس، في كل قداس بنلف حركة عكس، في كل قداس وفي كل رفع بخور وفي كل عشية
انتوا مش هتاخدوا بالكم من هنا اقولها لكم. حد عارف ورا؟ لا احنا بنقول في مره او في دوره يعني ابونا بيلف فيها مع عقارب الساعه. لا 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 مش في اعياد، ده بقول لكم كل يوم في القداس. ممكن مش تعرفهم، مش هتعرفوا. ها حد عارف هنا؟ لا 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 احنا قلنا لا. ها سر الرجعه؟ لا 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 مش داخل القداس. لا 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 نعم هقول انا خلاص، هقول انا دوره البخور. لا دوره البخور برضو عكس عقارب الساعه، كل الدورات عكس عقارب الساعه. لما ابونا بيجي، لما بعد ما بنقول وننتظر قيامه الاموات، لما ابونا بيجي هقولها لكم دي عشان انا هشرحها لكم وانا واقف. لما ابونا بيطلع بالثلاث شمعات وعليهم الصليب، والمعلم هنا يقول وننتظر قيامة الأموات، ويجي هو يقول في نوتي نينان في رفع بخور باكر أو رفع بخور عشية، فأبونا بيبقى واقف بالثلاث شمعات كده والمعلم بيقول وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، تلاقي أبونا بيعمل الصليب كده وكده 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 ويرجع يقف تاني مكانه. تاخدوا بالكم منها؟ ابقوا خدوا بالكم منها. فهو كده بيلف مع عقارب الساعة. ليه؟ لأن المعلم بيقول إيه؟ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. عايز يقول إحنا لسه بننتظر، فإحنا دلوقتي في العالم، فعشان كده يلف مع عقارب الساعة. واخدين بالكم؟ لكن كل دورات الكنيسة بتبقى عكس عقارب الساعة عشان نعلن إن إحنا خارج الزمن. في حاجة بسيطة كده بس ليها معاني روحية بتبقى جميلة، والكنيسة بيبقى قصد منها حاجات كتير كويسة. كل قداس بنحضره لازم يبقى له رفع بخور باكر. رفع بخور باكر ده هو استعداد للقداس. القداس بيبتدي برفع الحمل او تقديم الحمل، والحمل زي ما انتم عارفين والمعلومات دي معروفة طبعا، هو بيبقى عدد فردي وابونا بيختار حاجة واحدة. ليه بيبقى عدد فردي؟ ليه؟ علشان مش فكرة التلاميذ، لان هو ممكن يبقى 3 قربانات او 5 قربانات او 7 او 11، فمش فكرة التلاميذ بقى. ولكن الفكرة هقول حاضر، ولكن الفكرة ان دايما الرقم الفردي ممكن لو في 2 مع بعض مجوز يتبقى 1، يعني مثلا لو 5 يبقى في 2 مع 2 وتبقت 1، لو 3 يبقى في 1 مع 1 وتبقت 1، لو 7 يبقى في 2 و2 و2 وتبقت 1. فدايما العدد الفردي هناك رقم واحد ملوش مثيل، ملوش زي، هو المسيح بقى، هو ده اللي احنا بندور عليه وبنختاره، الشخص الذي ليس له مثيل او الشخص الذي ليس له زي، ملوش زي، فبنختار الرقم الفردي ده. ولما نختار ابونا يختار القربانة، خلاص دي بتمثل المسيح او دي هتبقى المسيح كمان شوية، فيبقى ليها احترام جزيل جدا. فابونا لما يجي يختارها وخلاص وقع عليها الاختيار، يبتدي بقى ينظفها كده باللفافة لو كان عليها يمسحها وكده، ما يقلبهاش لان دي خلاص ليها كرامة المسيح فما يتقلبش. واللي بيختار الحمل بيبقوا المفروض ان هم يبقوا 3 اشخاص، 3 اشخاص، ابونا الخديم وقدامه ممكن اب كاهن تاني وماسك قارورة الخمر شماس. ليه 3؟ 3 عشان الثالوث بالظبط كده، 3 عايزين نقول ان المشورة الثالوثية كلها هي اللي استقرت على اختيار الابن عشان يقدم الفداء عن البشرية. 3 مع بعض، يعني مش اكنوم الابن مثلا قال انا هنزل افدي البشرية كده من غير ما اكنوم الاب ولا اكنوم الروح القدس يكون عندهم علم ولا يكونوا موافقين ولا يكونوا اي حاجة، لا، اختيار المشورة الثالوثية لاكنوم الابن، هو اكنوم الابن اللي ينزل ويفدي البشرية من الخطية، فاشتراكهم هم 3 مع بعض. فيختارها وبعد كده تلاقوا ابونا الشماس يحط له عليها شوية مية كده في ايديه ويبتدي يعمل ايه هو كده؟ بيعمد القربانة. بنبتدي بقى نرسم الطقس اللي حصل مع السيد المسيح بالظبط وهو على الارض، لان احنا في السماء دلوقتي فالمسيح حاضر معانا، فبنبتدي نمشي القصة من اولها. تعميد القربانة، حاضر، تعميد القربانة دي تشير الى معمودية السيد المسيح. معمودية السيد المسيح ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في السماء؟ فتحت
فتحت السماء وظهروا ثلاث أقانيم بالظبط، وطلع صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. كويس، طالما السماء اتفتحت يعني ده إعلان، وإحنا بنعمل نفس الطقس إعلان إن في هذا الوقت السماء مفتوحة، فالكنيسة ترتب إن التذكارات تتقال في الوقت ده. الكنيسة ترتب إن التذكارات تتقال في الوقت، لما معاه تذكار ولا حاجة يديه للشماس قبل ما أبونا يعمد القربانة، ما يدوش في أي وقت قبل ما أبونا يعمد القربان. ليه السماء مفتوح؟ لو عندك طلبة عايزة تقوليها قوليها في الوقت ده، لأن السماء مفتوح. كنيستنا اتعلمنا كده، فهو ده وقت التذكارات، هو ده وقت التذكارات في القداس، مش في أي وقت، مش في أي وقت نلاقي أبونا معدي نقوم مدين له ورقة عشان ياخدها ويحطها على المذبح. هي مش فكرة بركة على قد ما هي فكرة طقس احنا بننفذه. طقس التذكارات بيبقى في البداية خالص وأبونا بيعمد القربان. بعد كده بعد ما أبونا يعمد القربان يبتدي أبونا يمشي برضو حاجة اسمها دورة الحمل، يقول مجدا وإكراما، بس يلف القربانة في اللفافة ويحط عليها الصليب مايل كده. هو مش جه يحطه معدول وتعوج منه، لا هو قصد يحطه مايل. ليه؟ لا مش خات، برافو عليكي، برافو، عشان المسيح لما شال الصليب كان الصليب مايل، كان مايل. فإحنا بنمثل نفس اللي عمله المسيح، نحط الصليب مايل كأنه المسيح شايل الصليب، ويبتدي أبونا يلف دورة واحدة وقدامه الشماس ويصلي صلاة سمعان الشيخ لما قال: الآن يا سيد تطلق عبدك بالسلام حسب قوله. وبعد كده يبتدي يرشم الرشومات بقى على على القربانة وعلى المية وعلى الخمر، ثلاث رشومات المعروفين. وبعد كده يمسك قارورة الخمر وإيه ويحطها في الكاس ويمزج مع الخمر إيه؟ مية. ليه؟ جنب المسيح، برافو، عشان نفتكر جنب المسيح اللي خرج منه ماء ودم، دم وماء، فنخرج الاثنين ونفتكر ان السيد المسيح لما اسس السر، لما نيجي نقول في الرشومات دول ان هو اخذ خمرا ومزجه بالماء وشكر وبعد كده بارك وقسم، فالاثنين مع بعض الماء والدم، فاحنا بنحط تقريبا ماء والدم. وبعد كده يجي بقى يغطي أبونا القرابين كلها بالأغطية. الغطاء الأولاني اللي هو الكبير ده بنسميه إيه؟ الإبروسفارين. الغطاء الإبروسفارين ده بيشير لإيه؟ لغطاء القبر اللي هو الحجر اللي كان على القبر، ويعمل لفافة مثلثة كده. اللفافة المثلثة دي حطها من فوق، دي إشارة لإيه؟ للخد. ودول يفضلوا موجودين، ممنوع منعا بتا حد يرفع الإبروسفارين قبل ما أبونا يرفعه هو والشماس في صلاة الصلح. ليه؟ ولا حتى شماس يرفع حتة كده ويحط ورقة، ممنوع برضه. ليه؟ إشارة إن ده الحجر، حجر ما ترفعش غير فين؟ في القيامة، قيامة المسيح. لكن ما ينفعش إحنا نرفع ونحط ورقة ونرفع وناخد حاجة، ما ينفعش. بعد كده بتبتدي بره إيه اللي بيحصل بره بقى؟ بنبتدي بره القرايات. ومع القرايات بيبقى فيه الدورات، دورة للبولس ودورة للإبراكسيس، والدورات دي شغالة فيهم ألحان. إحنا نعمل إيه بقى أثناء الدورات؟ أبونا بياخد الشورية ويطلع في الكنيسة يبخر. كان الطقس زمان إن أبونا يعدي على الناس كان عددهم بيبقى قليل، فممكن ياخد اعترافات الشعب لو حد يعني عمل خطية كده، حد فكر فكر شرير، حد قال كلمة مش كويسة، حد أدان حد بفكره في السريع يعني، والعدد كان صغير، فممكن أبونا ياخد اعتراف كم واحد ويجي بعد كده يصلي صلاة اسمها صلاة سر اعتراف الشعب أو سر الرجعة. يقول: يا رب الذي قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبل يا رب اعترافات شعبك. واخدين بالكم؟ ده كان الهدف من الدورة دي. وهو بيلف أبونا بيصلي، يعني وهو بيلف بيقول: بركة بخور بورس الرسول فلتكن مع جميعكم أمين. والأصل أصلا بتاع الدورات في الكنيسة يرجع أصلا للعهد القديم، لما حصل وباء في شعب بني إسرائيل، فموسى رفع لربنا صلاة وقال له: يا رب يعني خلاص اصفح عن الشعب. فقال له: خلي هارون
يقدم بخور ويمشي وسط صفوف الشعب. فكان لما هارون يمشي وسط صفوف الشعب الوباء يقف في الحتة اللي هارون معدي فيها، يعني يعدي كده في النص، الناحية دي خلاص كده جالها الوباء، الوباء يتمنع، والناحية دي كده خلاص ما تحصلهاش حاجة. فالكنيسة أخدت ده رمز ليها في العهد الجديد، إن احنا بنعدي بالبخور احنا مش بنمنع الوباء بقى، ولكن الخطية اللي هي أشر من الوباء، كأن أبونا بيمسك الخطية أو بيمنع انتشار الخطية باعترافات الناس وتقديمها قدام ربنا، ويصلي صلاة عشان ربنا يقبل اعترافات الشعب ويغفر لهم خطاياهم، لأن الخطية في مفهومنا هي أكثر شرا من الوباء الجسدي. الخطية بتجيب للإنسان الموت، الموت الجسدي والروحي. فعلشان كده دي كان ليها رمز يعني في العهد القديم. وابونا بيبخر وياخد اعترافات الشعب، انا بقول ايه؟ انا كواحد من الشعب اقول ايه؟ افضل اصلي ان ربنا يغفر لي خطيتي. دلوقتي انا مفيش وقت ان انا اقعد واعترف وابونا بيلف، لكن ممكن اعترف لربنا اقول له ربنا عملت سامحني وعملت سامحني وعملت سامحني. وفي نفس الوقت الاقي المعلم بيقول الهتنيات، والهتنيات دي عبارة عن طلبات وتشفع بالقديسين، ونختمها كده يا رب انعم لنا بغفران خطايان. يعني افضل اتشفع بالعذراء وتشفع بابوسفين وتشفع بماري مرقس، واقول في الاخر يا رب انعم لنا بغفران خطايان. فتلاقوا الدنيا كلها ماشية في سيمفونية كده واحدة، المعلم هنا والشعب بيطلبوا من القديسين التشفع من اجل غفران خطاياه، أبونا بيلف بالشورية علشان ياخد اعترافات الناس، أنت أو أنت كواحدة من الشعب اطلبي أن ربنا يغفر لك خطاياك. ممكن في الوقت ده أقول مثلا المزمور 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ممكن في الوقت ده لو أنا مش حافظة الهتنيات، أو لو حافظة أقول طبعا معاهم، بس لازم نشترك في الصلاة. احنا كتير بنبقى مش فاهمين الهتنيات، مش فاهمين هي بتقول ايه ومش فاهمين معناها ايه، وبالتالي بنبقى سرحانين، يا اما بنبقى بنهتم ان احنا نقعد ونريح، يا اما بنبقى سرحانين. لكن لو عرفنا معنى كل حاجه هنبقى مركزين ومش هنسرح تاني. الكنيسه تعمل دوره البولس دي دوره طويله خالص، ابونا يلف من هنا، يلف من اخر كوريدور ويلف من ورا، وبعد كده يجي من النص، بعد كده يخش شمال يبخر عند الهيكل اللي هنا، بعد كده يرجع تاني لاخر، بعد كده يجي في النص كده يخش ليه، لفة طويلة. لكن الدورة الثانية هي دورة الإبراكسيس، دورة صغيرة برضو بحكمة الكنيسة عملت كده، يعني خلت دورة الإبراكسيس أبونا يخش كده ويرجع كده، وحتى في النص روحش لغاية الآخر، يروح لغاية نص الكوريدور اللي وسطاني ده، وبعد كده يخش ليك أو ما يخشش كمان، يدي الشورية للشماس على الباب. الحكمة إن في دورة طويلة ودورة قصيرة، مش عايزين نريح أبونا في الدورة الثانية، مش فكرة ان هو تعب يعني في الدورة الاولى ولف كتير فخلاص كفاية، لا، الفكرة ليها معنى روحي. ان هقول حاضر، ان بولس قال كده عن نفسه ان هو تعب اكثر من جميع الرسل ولف العالم كله عشان يبشر، وكان بشارته كانت للامم كلها، فعلشان كده بنديله شوية كرامة تانية في الدورة بتاعته، واخدين بالكم؟ لكن الابراكسيس دي دورة التلاميذ او الرسل، وهم يعني ايه ما تعبوش زي بولس الرسول، واخدين بالكم؟ فعشان كده ايه بنعمل دوره بتاعتهم صغيره. وايه سر ان دوره البولس ابونا يخش الهيكل ودوره الابراكسيس ابونا ما يخشش الهيكل؟ يعني في البولس يخش الهيكل ويلف لفه، وبعد كده ايه يطلع عند باب الهيكل، وبعد كده خلاص يدي الشورية للشماس، لكن الإبراكسيس ما يعملش كل القصة دي، علشان خاطر برضو بولس في نص رحلاته التبشيرية رجع أورشليم، حضر مجمع أورشليم، وبعد كده ايه خرج تاني يكمل رحلاته، فعشان كده أبونا يخش، يعني كأننا بنرسم رحلات بولس الرسول التبشيرية، هو راح فين وجه منين بنرسمها. لكن الإبراكسيس خلاص كل واحد راح مكانه، وبعد كده كل واحد استشهد في المكان من الرسل في المكان اللي كان رايح فيه، واخدين بالكم؟ أثناء الدورات وأثناء ما احنا عمالين نصلي
الكاهن الشريك، الكهنة لما بيصلوا بيبقى في واحد بيقدم الذبيحة، ده بنسميه الكاهن الخديم اللي هو الخادم يعني المسؤول عن الذبيحة. لو معاه واحد تاني بيبقى اسمه الكاهن الشريك، عشان بس ما تتلخبطوش في الأسماء. الكاهن الشريك ده يبقى بيصلي سر كده اسمه سر البولس. سر البولس ده سر جميل قوي، بيصلي عننا واحنا قاعدين عشان ما نشتش وما نفكرش في حاجة تانية مش مظبوطة. يعني بصوا يقول ايه في الأول، يقول يا رب المعرفة ورزق الحكمة الذي يكشف الأعماق من الظلمة والمعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، وهكذا. يقول أنت الآن أيضا أيها الصالح نسألك انعم لنا ولشعبك كله بعقل غير مشتغل. يعني أبونا الشريك ده مبقاش قاعد فاضي جوه، بيصلي من أجل الشعب إن محدش يسرح، محدش يفكر في حاجة مش مظبوطة. انعم على شعبك بعقل غير مشتغل وفهم نقي، وخليهم يفهموا الكلام مظبوط، لكي نعلم ونفهم ما هي منفعة تعاليمك المقدسة التي قرأت علينا الآن من قبله. ويبتدي بيقول بقى كما تشبه بيك أنت يا رئيس الحياة جعلنا متشبهين به في العمل والإيمان. فمن أجل أن أنت يبقى ذهنك مرتبط بالصلاة، في أب كاهن بيصلي من أجل الموضوع ده جوه. تفتكروش أن الأباء الكهنة بيبقوا قاعدين جوه مريحين مثلا ولا حاجة، لا، ده واحد بيلف بالبخور والتاني بيصلي من أجل أن يعطينا الله قلبا نقيا، ومن أجل أن يعطينا الله فهما عشان ما يبقاش عقلنا مشغول. وبرده بعد البولس والكاسيليكون والإبراكسيس يتقري الإنجيل، وفي الإنجيل في سر برضو يصلي الكاهن الشريك. بس لازم قبل ما أقول لكم السر عايز أقول لكم أن القراءات في الكنيسة، الكنيسة بترتبها أن البولس ممكن يقرأ أصغر الشمامسة رتبة، أصغر رتبة هي اللي تقرأ البولس، وبعد كده الكاسيليكون تقرأ رتبة أعلى شوية، بعد كده الإبراكسيس تقرأ رتبة أعلى شوية، لغاية ما نوصل للإنجيل يقرأ أكبر رتبة في الكنيسة. يعني لو في أسقف حاضر هو اللي يقرأ الإنجيل، لو بنصلي في الكاتدرائية وفي البطرك موجود، البطرك اللي يقرأ الإنجيل. ليه؟ طيب ايه السر؟ السر اصل البولس كتبه بولس، والكاسيليكون كتبوا الرسل بطرس ويعقوب ويوحنا، والابراكسيس كتبوا القديس لوقا. الانجيل مين اللي قاله؟ مسيح. فلازم اللي يقراه علينا يبقى اكبر رتبة لانه يمثل المسيح، الانجيل لاحترامه. يعني ممكن نقعد في اي قراءة من القراءات ولكن نيجي على الإنجيل كلنا نقف. كانوا زمان، وده تقليد مش محبب، كانوا زمان يبقوا مقللين إضاءة الكنيسة، يجوا عند الإنجيل ينوروا الكنيسة كلها، بس يعني ده مش حلو يعني احنا نعمل كده، بس كانوا زمان بيعملوا كده برضو احتراما للإنجيل. الإنجيل يحطوا جنبه شمعتين، شمعة من هنا وشمعة من هنا، عشان نعلن للناس ان الكلام ده هو نور العالم، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، الكلام ده مهم، عشان كده نحط جنبه شمعتين. ويقرا اكبر رتبه، حاضر، ويجي ابونا يبخر ونعمل اشيه اسمها اشيه الانجيل. شايفين كل الحاجات دي ما بتتعملش في القراءات ولكن بتتعمل في الانجيل فقط، يعمل له اشيه مخصوص اسمها اشيه الانجيل قبل ما يتقري. يعني ما ناخدهمش كده ورا بعض وفي اخرهم الانجيل، لا، ده احنا نصلي البولس والابراكسيس والكاسيليكون وبعد كده نعمل اشيه الانجيل. عشان ايه؟ عشان نعد اذهان الناس لقراءه الانجيل. وابونا في الاشيه يقول كده، يقول طوبى لكم او طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. فنستحق ان نسمع ونعمل بقى نجيلك المقدس، داخلين على الانجيل بقى حاجه كبيره. وابونا يجي لغايه هنا اهو المنجليه هنا ويدي بخور للانجيل، لان المسيح واقف يقراه، المسيح هو اللي واقف بيقرا. وابونا الشريك طب بيعمل ايه؟ يصلي بقى سر الانجيل. ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم، بس بعد ما كنت اديكم يعني نبذة كده عن الإنجيل وأهميته. نقول في سر الإنجيل، إحنا في أي وقت بنلاقي المسيح موجود بننتهز الفرصة ونطلب طلبات كتيرة من المسيح، نقول له يا رب إحنا ما صدقنا ما لقيناك، فإحنا عايزين إيه؟ نطلب منك حاجات كتير. فنطلب كل الطلبات اللي ممكن تتخيلوها، دي موجودة في سر الإنجيل.
يعني يقول نقول مثلا أيها الطويل الأناه الكثير الرحمة، اقبل سؤالاتنا وطلباتنا. الناس اللي قدمت سؤالات والناس اللي قدمت طلبات نقول له يا رب اقبلها. واحدة ابنها عايزاه مثلا يتجوز، عايزة مستقبله يتظبط، عايزة ينجح، حد مثلا في مشكلة، حد في ضيقة، حد مريض، حد مسجون، كل طلباتنا دي نقول له يا رب انت فرصة بقى موجود معانا، ودي طلبات قد كده هي يا رب على المذبح، اقبلها يا رب. اقبل ابتهالاتنا وتوبتنا. طب الناس اللي قدمت توبة وابونا كان ماشي بالشورية بيلم اعترافاتهم، اقبل يا رب توبتهم واعترافهم على مذبحك المقدس. ونستحق سماع اناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك. ويبتدي بقى يصلي عن مين؟ اذكر يا رب مرضى شعبك. رب ده في الكنيسة ناس كتير مرضى، وفي بره الكنيسة ناس مرضى ما قدروش ييجوا، اشفي يا رب المرضى، ما هو ربنا معانا. افتقدنا بالمراحم، اذكر ابائنا واخواتنا المسافرين، في ناس مش معانا يا رب لان هم مسافرين، ما تنساش يا رب تفتكرهم وكون معاهم، رجعهم لاوطانهم. نذكر الأهوية ومياه النهر والزروع والعشب، نقول له يا رب برضو ايه اذكرهم. نذكر خلاص الناس والبهائم، نذكر خلاص الموضع يعني الكنيسة اللي احنا فيها والمكان والبلد وكل ديارات أبائنا. نذكر رئيس أرضنا رئيس الجمهورية، نذكره في هذه اللحظة برضو، والإنجيل بيتقري، المسيح واقف بيقراه، احفظه في سلام وعدل وقوة. نذكر المسبيين أبائنا وإخواتنا اللي ركضوا، نذكر الراقدين، نذكر اللي قدموا القرابين، نذكرهم برضو يا رب، عوضهم أعطيهم أجرا سمائيا. نذكر المتضايقين، أذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات. نذكر الموعوظين يعني اللي بيسمعوا الإنجيل والعظة وكان زمان لا يحق لهم التناول لأن هم ما كانوش في عداد المؤمنين، كانوا بس موعوظين بيحضروا قداس الموعوظين فقط لغير. أعطيهم أن يعرفوا ثبات الكلام إلى آخره. شفتوا بقى بنجيب كل فئات الناس وكل فئات الشعب ونحطها قدام المسيح والإنجيل بيتقري. علشان كده الكنيسة بتتشدد أحيانا في أنها تقول لنا لازم نحضر الإنجيل عشان خطر نتناول، لازم نحضر الإنجيل، ده احنا لازم كمان مش بس نحضر الإنجيل، ده احنا لازم نيجي قبل ما الحمل يتقدم، قبل ما الحمل يتقدم. يعني ما يصحش ان المسيح يدخل ملك الملوك ورب الارباب واحنا نبقى بره مشغولين باي حاجه ونيجي بعد ما هو يدخل، لا. وبعدين الكتاب بيقول لما جه العريس اغلق الباب، لما جه العريس اغلق الباب، ما ينفعش حد يخش بعد ما العريس يدخل. ده احنا حتى على المستوى البشري ما ينفعش طالب يخش الجامعه بعد ما الدكتور يخش المدرج، ده حتى عيب يعني اهانه، يعني احيانا دكاتره بيقولوا كده، ما ينفعش تخش بعد ما انا اخش، سيب الباب المدرج مفتوح اللي عايز يدخل يدخل، لكن بمجرد الدكتور دخل يتقفل الباب. كنا بنعمل كده على المستوى البشري، يبقى ليه مستصعبين ان احنا نعمل كده على المستوى الروحي؟ الروحيات اهم. غير ان السيد المسيح قال ايه؟ قال الان انتم انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، انقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فالقراءات اللي بتتقري دي بتنقينا، بتنقينا، نعم. ما الذين يبكرون الي يجدونني. فازاي ما احضرش القراءات؟ طب ما انا كده مش هبقى مستحق ان انا اتناول جسد المسيح ودمه، انا القراءات بتنقيني والمسيح اللي قال كده، فلازم على الاقل خالص ابقى حاضر القراءات. واخدين بالكم؟ بعد القراءات بقى وبعد ما تخلص القراءات يبتدي بقى ابونا بيغسل ايديه وبيغسل ايديه وبيجي ينطر كده شويه ميه هنا على باب الهيكل وبعد كده يمسح ايديه. ايه معنى ان هو ينطر شويه ميه؟ عايز يقول ان هو بريء من اي انسان يتقدم بغير استحقاق، بريء من كل انسان يتقدم بغير استحقاق، ماليش دعوه، لان الموضوع ده موضوع مهم ان احنا نتقدم بغير استحقاق. مين يقول ان احنا فينا حد مستحق؟ احنا ما فيناش حد خالص مستحق، من اكبر واحد فينا لاصغر واحد فينا، مين مستحق لجسد ودم المسيح؟ ما فيش حد فينا خالص مستحق، ولكن كل انسان مستعد هو انسان في نظر المسيح مستحق. خدوها كده قاعده، يعني انا ابقى مستعد وعامل اللي عليا المسيح يعتبرني مستحق، وانا اقول له يا رب انا مش مستحق. واهم حاجه
في الاستعداد انسحاق القلب، ان انا اتقدم للتناول بقلب منسحق، اقول له يا رب انا خاطي وعمل خطايا قد كده، ويعني ما استحقش ان انا اتقدم لك. لو انا عندي الروح دي ربنا يقبلني ويفتح لي الباب ويقول لي خش يا حبيبي، انا يعني دمي هيغفر لك. زي الفريسي والعشار، مين اوحش فيهم؟ العشار. مش عايزه كلام، الفريسي ده انسان مدقق جدا، بيصلي كل الصلوات وبيصوم كل الاصوام وبيعشر كل فلوسه حتى الحاجات الهيفه بيعشر فيها، وانسان يعني زي ما بيقول الكتاب ما بيغلطش، مدقق. ولكن دخل الهيكل وقال انا احسن من العشار، انا مانيش زي ده، انا بعمل انا بسوي. والعشار رغم ان هو فيه العبر ولكن قرع على صدره وقال يا رب اغفر لي، انا ما استحقش يا رب ادخل. فمين اللي خرج مبرر؟ العشار خرج مبرر دون ذاك زي ما الكتاب بيقول. فانا لو فيا العبر ودخلت اتناول بقلب منسحق واقول له يا رب انا مش مستحق، ربنا يقبلني ويعتبرني انسان مستحق ساعتها. فابونا بيقول ان هو يعني ايه بريء من اي انسان يتقدم بغير استحقاق. وبعد كده بنتلو قانون الايمان لنعلن ايماننا الارثوذكسي المستقيم. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، ساعات بيجوا ولادنا اللي في مدارس لغات او في مدارس كاثوليك يقولوا احنا ليه ما بنتناولش في المدارس عندنا هناك يا ابونا؟ ابونا يقول لا ما نتناولش، لان احنا بنتناول على قانون الايمان اللي بنقوله. انا بتناول على الايمان اللي بقوله في قانون الايمان، هو ده ايماني الصحيح وبأعلنه وبخش اتناول. طب انا في الكنيسه الكاثوليك قانون الايمان اللي هقوله شكله ايه؟ مختلف عن قانون الايمان بتاعنا. فهل معنى كده ان انا لما اجي اتناول عندهم هناك هبقى بؤمن باللي بيؤمنوا بيه؟ وانا لو بؤمن باللي بيؤمنوا بيه ابقى انا كده مش ارثوذكس؟ فعشان كده احنا بنمنع اولادنا ان هم يتناولوا في مدارس الكاثوليك. ولو سمحتم برضو انتوا قولوا لا، وهم في المدارس مش بيلحوا عليهم، يعني هم هناك في المدارس هي حصه، وحصه ممكن يحضروها من غير ما يتناولوا. فطالما بنتناول في الكنيسه عندنا الكنيسه الارثوذكسيه خلاص ما فيش داعي ان احنا نتناول في كنائس الكاثوليك او في المدرسه يعني. بعد كده في صلاة مهمة جدا اسمها صلاة الصلح. وبعد صلاة الصلح دي بنعلن فيها ان الله صنع صلحا ما بين السمائيين وما بين الارضيين، وخلاص الحاجز المتوسط نقضته زي ما بيقول كده الكتاب. وعلشان الحاجز نقضه وبقى في صلح ما بين السمائيين والارضيين، بنرفع الأبروسترين بعد كده وبنعلن قيامة المسيح من بين الاموات. والمسيح اللي كان محجوب عن الانظار بالإبروسفرين ده حتى قبل ما نخلص صلاة الصلح تلاقوا الشماس بيقف بالصليب كده هو ورا، وابونا بيحط اللفافة المثلثة قدام عينيه. ليه؟ مش عايز يشوف الصليب، لان الصليب كان محجوب والفداء كان محجوب قبل الصلح وقبل ما المسيح يقدم نفسه فدية عن العالم. كانش فيه، كان الخلاص محجوب عن الانظار، محدش شافه. ولكن بمجرد ما بنعلن او بعد ما ننتهي من صلاه الصلح وبنشيل البروسفرين، خلاص ابونا بينزل اللفافه دي من قدام عينيه وبيشيل البروسفرين، ونقول قبلوا بعضكم بعضا لانه بقى في سلام ما بين السمائيين والارضيين. وزي ما بقى في سلام ما بين السمائيين والارضيين لابد ان يكون هناك سلام ما بيننا وبين بعض. علشان كده الصلاة دي كان زمان في الخلاجيات القديمة ما كانش اسمها صلاة الصلح، كان اسمها صلاة القبلة، لأن كان عشان هي بتنتهي بقبلوا بعضكم بعضا، لأن عايزين نقول إن لازم يكون في سلام ما بيننا وبين بعض. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. إحنا تلاميذ المسيح، وزي ما المسيح عمل سلام ما بين السماء وما بين الأرض لابد أن نصنع أيضا سلاما ما بيننا وبين بعضين. فالكنيسة تقول لعل وعسى اللي متخانق معاه ده يجي جنبك في الكنيسة فتقبلوا بعضكم بعضا، تسلم عليه وتغفر له وتسامحه. أو بنعلن إن إحنا مش متضايقين من حد، إحنا مش متخاصمين من حد، ولو حد متخاصم مع حد يصلحه قبل ما يجي يتناول. الإنجيل بيقول كده، إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك اترك قربانك
واذهب ايه اصطلح مع اخيك. الله يريد رحمه لا ذبيح. ربنا مش عايزك تتناول كتير على قد ما هو عايزك يبقى فيه محبه، لان الكتاب المقدس بيقول الكل سيبطل، الكل سيبطل ولكن تبقى المحبه. لابد ان تبقى المحبه، المحبه دي هتبقى معانا بعد ما نموت، محبه معانا بعد ما نموت. الكل سيبطل يعني الايمان سيبطل، مش هيبقى فيه ايمان، اصل هنبقى هنؤمن بايه؟ ما احنا خلاص عيانا بقى بنرى المسيح وجها لوجه، ايه الايمان؟ والرجاء سيبطل، الرجاء الانسان بيترجى حاجه لسه مش شايفها، لكن احنا خلاص هنبقى في الابديه فسيبطل ايضا. ولكن الذي لا يبطل هو المحبه، اللي بتحبه هنا اهو هتحبه فوق، لكن اللي بتكرهه هنا اهو هتقابله ازاي فوق؟ فما ينفعش نكره حد خالص، نحب كل الناس. بعد صلاه الصلح وبعد صلاه التقبيل بعد كده يبتدي ابونا بقى يلفت نظرنا تاني، لالا نكون انشغلنا باي حاجه، يقول ارفعوا قلوبكم، نقول له هي عند الرب، نقول فلنشكر الرب، ويبتدي بقى صلوات بعد كده التقديس. صلوات التقديس يبتدي يقدس الخبز والخمر. والحلول بيحصل فين؟ الحلول بيحصل في الحتة لما يقول وهذا الخبز، ويقعد يرشم ثلاث رشومات، عشان كده تلاقوا أبونا بيطول في كلمة وهذا. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له، يقول وهذا الخبز يجعله. فليه بيطول في هذا؟ عشان يلحق يخلص ثلاث رشومات على الجسد وثلاث رشومات على الأسف على الخبز وعلى الخمر. أول ما يقول وهذا الخبز يجعله، الروح القدس يحول القربان لجسد المسيح. وأول ما يقول وهذا الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له، الروح القدس يحول هذا الخمر إلى دم المسيح، ويبتدي الخبز والخمر اللي على المذبح يبقوا جسد ودم المسيح. نعم؟ خلاص. فعلشان كده لو كان أبونا بيمسك صليب قبل كده في الرشومات ما يمسكش صليب بعد كده، خلاص ما يمسكش صليب. ولو كان بيرشم بإيديه ما يرشمش بإيديه خلاص، من اللحظة دي أبونا ولا يرشم بإيديه ولا يمسك صليب عشان يرشم بيه، سيب الصليب جنبه خالص لنهاية القداس، خلاص ملوش استخدام دلوقتي. بيجي في الرشومات اللي بعد القسمة، طب يرشم بإيه؟ الرشومات اللي بعد القسمة، في رشومات بعد القسمة، يرشم الجسد بالدم ويرشم الدم بالجسد، يعني ياخد الجزء الوسطاني كده في الجسد، ده بيتسمى الإسباديكون. كلمة الإسباديكون هي كلمة يونانية معناها سيدي، يمسكها كده ويرشم بيها الدم ويغمسها في الدم ويرشم بيها الجسد، كأنه بيرشم الجسد بالدم وبيرشم الدم بالجسد. مين اللي بيرشم؟ المسيح. المسيح بيرشم، مش أبونا، المسيح هو اللي بيرشم، لأنه لا يليق أن هو يرشم جسد ودم المسيح بإيديه، فبيرشم ده وده. بعد الرشومات بقى وبعد ما المسيح بقى موجود عندنا على المذبح، احنا قلنا بننتهز كل فرصة موجود فيها المسيح ونعمل ايه؟ ونطلب طلبات، كل الطلبات اللي احنا عايزينها. فنبتدي نطلب عن سلامة الكنيسة، ونبتدي نطلب عن الأب البطريرك والأسقف، ونبتدي نطلب عن خلاص الموضع، ونبتدي نطلب عن الزروع أو عن العشب أو عن المياه النهر أو كل الحاجات دي نبتدي نطلب عنها. وبعد كده نذكر القديسين لان هم حاضرين وموجودين معانا، واحنا كنيسه كلنا منتصره فكلنا موجودين مع بعض، ونذكر الراقدين زي ما قلت لكم في الاول لان برضو كلنا كنيسه واحده، فنذكر كل المسيح موجود معانا وكلنا موجودين، سواء الكنيسه المجاهده بشعبها او الكنيسه المنتصره بقديسينها، كلنا موجودين مع المسيح في السماء، كلنا موجودين. وبعد كده نبتدي نخش بقى في القسمة. القسمة تلاقوا نغمتها حزيني شوية، ليه؟ لأن القسمة تشير إلى الألمات والجراحات. فتلاقوا لما أبونا يقول مرد مثلا، أو أبونا يقول قطعة أو استيخن في القسمة، تلاقوا الشعب يرد بمرد حزيني، حتى لو كنا في عيد تقول كريالايسون كريالايسون يا رب، مش كده؟ حزينة مش كده؟ ليه؟ أبونا بيقطع في جسد المسيح، بيقطع في جسد المسيح. عايزين جسد المسيح يتقطع وإحنا نبقى فرحانين؟ لا.
ويبتدي وهو بعد ما بيقطع جسد المسيح في الرشومات الأخيرة بقى بيغمس الإسباد يكون في الدم، وبيروح يعدي على الجراحات، يعدي على الجراحات اللي في اللي على الجسد. ليه؟ كأنه يعني عارفين لما يجي مثلا واحد متعور ونجيب قطنة كده ونقعد نعمل له كده بيها على جراحاته بنضمضها له، فكأن أبونا يعني بيضمض جراحات المسيح بالدم ده، أو بيخضب الجسد بالدم. وبعد كده في النهاية خالص بيقول الاعتراف وكده بيبقى بينتهي القداس وبنستعد للتناول. احنا المفروض في الفترة دي ممكن نصلي صلاة الاستعداد او صلاة قبل التناول عشان نعلن فيها عدم استحقاقنا للتناول. واول ما بيبتدي ابونا تلاقوه بيلف لفتين، يعني بيجيب الصينية كده اهو وبيلف وبيقول طاجية تيس، وبيلف لفة تانية بيقول طاجية تيس، واحنا بنرد بنقول ايه؟ مبارك الآتي باسم الرب، مش كده؟ بنقولها كم مرة؟ بنقولها مرتين. ليه مرتين؟ لأن المسيح ليه مجيئين، مجيء في ملء الزمان وده جه خلاص من العذراء مريم، ومجيء تاني في نهاية الزمان. نحن لا نؤمن بأكتر من مجيئين للمسيح، ما نعرفش أكتر من اتنين، واحد حصل وواحد لسه بنؤمن إنه هو هيحصل في المجيء التاني. لكن مش كل ما ابونا يعدي بقى جوه مبارك الآتي باسم الرب، هما اتنين بس. مش كل ما ابونا يعدي جوه نقول مبارك الآتي باسم الرب، نقولهم مرتين بس عشان المسيح ليه مجيئين اتنين فقط. القداس رحلة جميلة بتاخدنا كلنا للسماء في تأملات عميقة. انا هنصحكم نصيحة، لان يمكن برضو المحاضرة دي ما كانتش كافية في انها تنقل كل التأملات الجميلة في القداس، فهنصحكم نصيحة في كتاب اسمه كيف نستفيد من طقس القداس الالهي للانبا متاؤوس، انبا متاؤوس اسقف دير السوريان. الكتاب ده جميل جدا ورائع وكله تاملات، وهو معمول علشان خاطر الشعب، مش معمول بطقوس صعبه، لا ده بيقول لك مثلا في الحته الفلانيه انا اقول ايه، في الحته الفلانيه انا اعمل ايه، في الحته الفلانيه انا افكر في ايه. فهتلاقوا كتاب جميل اسمه كيف نستفيد من القداس الالهي، كتاب ابيض كده للانبا متاؤوس، فاسألوا عليه وهاتوه وقروه، هتستفادوا كتير منه، هيعجبكم كتير يعني. واحدة بتسأل بتقول الاعتراف عندي تأدية واجب علشان اقدر اتناول، هل هذا تناول بغير استحقاق؟ لازم نفرق ما بين حاجتين يا جماعة، ما بين الاعتراف وما بين التوبة، ما بين الاعتراف وما بين التوبة. في المكتبات كل المكتبات، موجود في كل المكتبات التشريع. خدوا بالكم عشان هو الانبا متاؤوس ليه في القداس تقريبا 3 او 4 كتب بتاع دير السوريان، ليه 3 او 4 كتب في القداس بس، ليه كتاب اسمه طقس القداس الالهي، وفي كتاب تاني اسمه كيف نستفيد من القداس الالهي، وفي كتاب تالت اسمه الثلاثة التقديسات. فخدوا بالكم ان هما 3 كتب، احنا عايزين الكتاب اللي هو اسمه كيف نستفيد من طقس القداس الالهي. ففي حاجة اسمها الاعتراف، في حاجة اسمها التوبة. التوبة دي في اي وقت، يعني ممكن في نهاية اليوم تتوبي قدام ربنا وانت واقف، لما بنصلي في التحليل النوم نقول يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل قولي خطايا الفعل اللي عملتيها، نرفزتي شتمتي غضبتي زعقتي قولي، او بالقول قولي برضو خطايا القول اللي انت غلطت فيها، او بجميع الحواس. ده اسمه اعتراف قدام ربنا وانسحاق وندم وتوبة. ده غير الاعتراف بقى اللي على ايد الكاهن، انا بجمع كل خطاياي وبروح لابونا الكاهن بقول له يا ابونا عملت كذا 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 كذا. اذا كانت مشاعر الانسحاق ومشاعر التوبة دي موجودة وانت بتقدمي توبة قدام ربنا، فدي كافية لمغفرة الخطايا، خلاص دي كافية. محدش بيلزم حد ان هو يوم ما يروح ليعترف قدام ابونا يعيط قدام ابونا، مش عايزين كده، او مش مطلوب يعني كده، لو حصل كده اوكي، لكن لو ما حصلش خلاص ما نقعدش نأنب نفسنا ونبكي ضمايرنا. احنا ليه في جلسة الاعتراف مش بنبكي ندما على خطايانا؟ يكفي ان انا ابقى مقدمة توبة وانسحاق عن كل خطية عملتها، يا في وقتها يا في نهاية اليوم قدام ربنا. وبعد كده الاعتراف لما اروح ابقى مستعدية بس للاعتراف وخش اعترف بخطايا وخلصت القصة خلاص، فما تكونوش حساسين الضمير.
لماذا الشماس بيقرا الانجيل؟ يعني احنا اللي قلناه ده هو المفروض، ده الستاندر. اللي بيحصل ايه بقى؟ يعني ساعات ممكن يكون ابونا لوحده بيصلي، فمشغول بالدورات ومشغول بالاسرار، فكمان مش هيقدر يقف يقرا الانجيل، فبيقرا الشماس. لكن تشوفوا القاعدة الأساسية، مثلا لما تحضروا مثلا قداس العيد ولا حاجة، تلاقوا سيدنا البابا اللي بيقرأ، أو لما يجي أسقف مثلا وهو اللي يقرأ، ده الأصل. أبونا وهو بيسقف في آخر القداس، يعني كأنها صلاة شكر لربنا، بيصلي المزمور يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم، فهو بيقول المزمور ده عشان بيبقى بيعمل زي الأمم، جميع الأمم صفقوا بأيديكم وهللوا لله بصوت الابتهاج، يعني نشكر ربنا ونفرح. التسقيف هنا تعبير عن الفرحة، فعشان كده بيسقف، هو سقفة كده صغيرة يعني، ما بيسقفش جامد يعني، ويلف حوالين المذبح. عايز أقول لكم على حاجة كمان، المذبح عندنا وعليه جسد ودم المسيح يشير إلى العالم كله، لأن جسد المسيح ودمه غير محدود، فلو متحط عليه جسد المسيح ودمه أصبح المذبح غير محدود، فيشير للمسكونة كلها. فلما ابونا بيلف حوالين المذبح كانه بيلف حوالين المسكونه كلها، وبيقول يا جميع الامم، لانه بيلف حوالين الامم كلهم، واخدين بالكم؟ ولما يجي يبخر يقول هذه الكائنه من اقصاء الارض الى اقصائها، ويعمل بالشوريه كده. هو كده يعني لما عمل يعني بقى في اقصاء الارض؟ هو بقى في اقصاء الارض فعلا، لان المذبح يشير، المذبح عليه المسيح، والمسيح غير محدود، فيشير الى الكون الغير محدود، فيقول من اقصاء الارض الى اقصائها، او من الشمال الى الجنوب. واخدين بالكم؟ نعم تفضلي. هو الاصل زمان ان كان الشعب بيقف طول القداس، ما كانش فيه دكك زمان. الدكك دي حاجه جديده مستجده، يعني لما تروحوا الاديوره القديمه تلاقوها من غير دكك، تلاقوها من غير دكك، فكان زمان ما فيش فكره الدكك دي، ولكن عشان بس يعني تسهيلا للناس، عشان ما حدش يتعب، او لو في انسان مريض ولا حاجه، فالإنسان ممكن يعني الكنيسة تسمح بالأعاد. يعني نحاول بقدر الإمكان إن إحنا مثلا يعني في قانون الإيمان طبعا نقف، في التقديس نقف، في الإسمة ممكن نقف كده، يعني لو قدرنا نقف في معظم القداس نقف، خلاص نقعد ناخد حل ونقعد، ما يجراش حاجة. اللي مش قادر خلاص الله يعني يهمه القلب. طبعا هنعمل بالجسد اللي نقدر عليه، ولكن لو ما قدرناش الله يريد رحمة لا ذبيحة. طب ظروفي تسمح لي بالحضور القداس كل يوم، ممكن اتناول كل قداس، ده مع اب اعترافك، يعني ننسق موضوع حضور القداس والتناول مع اب الاعتراف، لان في ناس من كتر حضور القداس بتستهين بالجسد والدم، بيبقى عادة عليها، يعني خلاص بقت الموضوع بالنسبة لها بقى عادي، يعني كأنه بيأكل ويشرب، فممكن يستهين. فعلشان كده نرجع لأب الاعتراف ونقول له نتناول كم مرة، فهو يحدد يعني مرة مرتين ثلاثة في الأسبوع، كل يوم لو هو شايف فيا أن أنا مثلا متحفظة ومش هستهين بالسر. خلاص وماله ربنا بيقبل كل الصلوات، ربنا بيقبل. مهم القلب، القلب يبقى مرفوع. أهم حاجة يا جماعة نقوة القلب، وإن احنا نصلي بقلب مفتوح لربنا، يعني مش الفكرة في الأعد. طب أنا هقول لكم على حاجة، فاكرين الحادثة بتاعت في العهد القديم بتاعت شعب بني إسرائيل لما جه حارب عماليق؟ موسى كان فين؟ فوق الجبل، كان واقف بيصلي ورفع إيديه. موسى من كتر الصلاة حصل إيه؟ تعب. لما تعب عمل إيه؟ قعد، مش كده؟ قعدوه وجابوا له اتنين يسندوا له إيديه. هل الشعب تحت انهزم لما موسى قعد؟ ما انهزمش، مش كده؟ يعني ربنا بيقبل صلوات اللي واقف واللي قاعد لانه تعبان، ربنا برضو بيقبل صلواته، بس هي الفكره ان انا ما اهملش، الفكره في الاهمال، احنا مش عايزين نستسهل، لا اعمل اللي اقدر عليه، ولو تعبت ابقى اقعد او ابقى اعمل حاجه تانيه. ربنا يحافظ عليكم ويديكم ان انتم تستمتعوا بالقداس الالهي، ولكل ولله كل مجد وكرامه من الان والى الابد. امين.